Radio Pepistilli. قال دونك هذول الاكسبيريونس وال باش تعمل باش تكون عندها رول كبير في ماتش اللي ممكن حتى الاكسترا سبورتيف شي يكون موجود. الاكسترا سبورتيف بالنسبه لي انا ما ما ما, ما, ما انا ما يقلقنيش. انا نحكي لك معناتها منطلق ملاعب قديم دونك كان فما حاجه راهي في التيران. اكسترا سبورتيف باش يكون كان باش تصير حاجه دونك باش يضروا هما في الحكايه دونك ما يساعدهمش. الاكسترا سبورتيف ما يساعدهمش بالنسبه لي انا. دونك كيما قلت انت ماتش بتاع اكسبيريونس ماتش بتاع صبر ماتش بتاع جيستيون بتاع الماتش نتاعنا لازمنا نعرفوا كيفاش نجيروا الماتش نتاعنا. ان شاء الله حاضرين باش نعملوا كل شيء باش نترشحوا ان شاء الله. خالد انت طونك اكس ديفونسور واكيد باش يكون الديفونس عنده رول كبير في الماتش الجاي. فما توصيات خاصه فما بتقدر معناتها انت عندك بريفيزيون تاع حاجات تجم تصير وتجم توصلها للجوارات وتحذرهم منها؟ ليكيب الكل هي راهو مش حكايه ديفونس ولا تاك ولا ليكيب الكل عندنا 11 لاعب في اختيار لازمهم يكونوا حاضرين الناس كل. بعد لي بتي ديتاي هي الكونسنتراسيون هي توسكي معناتها واحد يعرف كيفاش يخرج من لي سيتوياسيون صعاب في التون فور نتاع لي ليكيب ادفيرس كيفاش تتعامل معاها. قدره ربي كما قلت لك عندنا اولاد ما شاء الله اكسبيريونس جونيس ان شاء الله قدره ربي نعرف كيفاش نجيريو ماتشونا ونخرجوا من السيتوياسيونات هذوما الكل ونروحوا بالترشح نتاعنا ان شاء الله. هو اتوندو انه بوتيتر الهلال تعمل بريسيون من اول ماتش واضح تحب تماركي وتحب تربح. هل انه يجم يعاوننا شويه هذه في لي كونتر في المساحات اللي تجم تخليها بتبعد الحال انت ماتشوت كيما هكا ليكيب عندها معناتها بريسيون لازم تماركي لازم ترجع في الطرح. انت كل ما الوقت قاعد يمشي كل ما ليكيب ادفيرس يزيد عليها الضغط خاطر تعرف تحب ولا تكره خاسرين لهنا في تونس دونك غادي يزمو يماركي يزمو يمشي قدام يزمو يحاول باش يلقى لي سوليسيون. كما قلت لك معناتها طونك الوقت يمشي طونك في صالحنا نحن ان شاء الله كما قلت لكم كله صراع وسوليد ناس كل باش نحاول باش نخرجوا من السيتياسيون هذيا. وكما قلت لك في الاخر نروحوا بالترشح نتاعنا وكهو. يعطيك الصحه خالد. راديو بيبي ستيشن.